الفريق السعودي اليوم يعني على مسؤوليتي طبعا انه يجب من فرق من الفرق ال 15 الموجوده ان تتقبل فريق قادم للمنافسه بقوه السعودية. لما قدمه اليوم من مستوى رائع من مجموعه من اللاعبين باداء جماعي مميز وما فاز على وباسلوب مستحيل يفوز. الفريق التايلندي اليوم دافع بعشرة، الطريقة عمل دفاع الفريق التايلندي سجل ثلاثة أهداف بهاي الاحترافية، سجل ثلاثة أهداف ولا هدف اعترضوا عليه ولا هدف قالوا هذا هدف. الفريق السعودي شو حيلك؟ يحيلك واحد من الفرق اللي تستحق الاحترام بهذه البطولة. وأنا أتصور كل السبب اللي صار وهذا اللغط اللي صار من كل الإخوان الموجودين بهذا المجلس وبعد مجالس أكو سبب نظام البطولة والممرات الحقيقية اللي وضعت للوصول لأدوار هي مجرد كلمة التلاعب بنتيجة المباراة. عبد العزيز هاي الكلمة التلاعب هي بحد ذاتها هذه إساءة لأي منتخب يمثل البلد. كلمة تلاعب من اليوم ما يقول كوريا تلاعبت بغض النظر أقصد فريق ما أقصد، هي كلمة التلاعب ما تعتبر هي كلمة بحد ذاتها معيبة؟ لا معيب، أنا مصر على وجهة النظر من حق المنتخب اللي يلعب يختار الفريق اللي ينافسه. يا ابو ادم ما يصير، انا اكررها مره ثانيه وثالثه، لو هذا الامر صاير مع المنتخب العراقي ما راح تقول ولا كلمه انه حق معيب وما يصير. المنتخب العراقي لو نفس هذا الوقت ويبي يختار الخصم اللي يبي ينافسه او يواجهه من حقه يختار ويسوي اللي يبي، يخسر نفسه يفوز يتعادل من حقه، حقه الشرعي. تبي مثلا يختار كوريا ولا يختار اليابان ولا يختار استراليا ولا يختار تايلاند واندونيسيا. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب المنتخب السعودي يفوز 3-2 على كوريا، وخل اشوف كوريا هم تنطي اهداف في مباراتها مع السعوديه.